بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، الله جل وعلا شرع الصلاة أو فرض الصلوات الخمس اليوم والليلة، فرض الصلوات الخمس في اليوم والليلة وشرع النداء لها بأعلى صوت وأرفع مكان، شرع النداء لها، شرع الإقامة، إقامة الصلاة وهي أذان آخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. والمراد الأذان والإقامة. وتوعد المتخلفين عنها، وكان صلى الله عليه وسلم يتفقد المصلين فيقول: أشاهد فلان، أشاهد فلان، فيتفقد المصلين من حضر، خصوصا الذين تثقل عليهم الصلاة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. صلاة الفجر هي أول الصلوات اليومية، وبعدها صلاة الظهر حينما تزول الشمس عن وسط السماء، ثم صلاة العصر حينما يبلغ ظل الشاخص يعني المرتفع مثليه، ثم يستمر الوقت إلى غروب الشمس، ولكن آخره وقت ضرورة وأوله وقت اختيار. شرع الله سبحانه وتعالى لهذه الصلاة هذه الشرائع: الأذان والإقامة. فهي صلاة عظيمة، صلاة عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وأمر الله سبحانه أن تبنى لها المساجد، تبنى المساجد للصلاة الفريضة. والنبي صلى الله عليه وسلم اشترط في الإمام شروطا، وأما المؤذن فلم يشترط فيه شيئا. قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أقرأكم لكتاب الله عز وجل. فالصلاة عظيمة ومهمة، ولها مكانة عند الله، ولها مكانة عند عباد الله المؤمنين. أول ما فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، فرضت في السماء، كانت الشرائع تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في الأرض، وأما الصلاة فإنها فرضت عليه في السماء ليلة المعراج حينما دنا من ربه، فكان قاب قوسين أو أدنى،
فرض عليه الصلوات 50 صلاة في اليوم. فلما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم من عند ربه قال له موسى عليه السلام اسأل ربك التخفيف، فإني بلوت بني إسرائيل وجدت فيهم التكلف والمشقة، اسأل ربك التخفيف. رجع صلى الله عليه وسلم راجع ربه سأله التخفيف، ما زال يخففها سبحانه وتعالى، وما زال الرسول يتردد بين الله جل وعلا وبين موسى حتى استقرت على 5. قال جل وعلا أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، فهي 5 بالعمل 50 بالأجر، وهذا فضل عظيم لهذه الصلاة. ولهذا أمر الله ببناء المساجد له في بيوت أذن الله أن ترفع عن المساجد ويذكر فيها اسمه، سبحوا له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذه الصلوات 5 5 في العمل و50 في الميزان عند الله سبحانه وتعالى، لأن الحسنة 10 أمثالها، وهذا فضل عظيم لهذه الصلوات 5. حافظ على الصلوات 5 فإنه يحافظ على دينه من باب أولى، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فهي عبادة عظيمة حبيبة إلى الله، حبيبة إلى عباد الله الصالحين، لهم يبادرون بها ويسعون إليها وتكتب خطواتهم إليها ذهابا وإيابا. كان بنو سلمة أبعد الناس بيوتا عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يقربوا ويسكنوا بجوار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني سلمة دياركم تكتب داركم. أنزل الله سبحانه وتعالى إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره كل شيء أحصيناه في إمام مبين. فهي صلاة عظيمة، صلاة ثقيلة في الميزان عند الله سبحانه وتعالى، ثقيلة على المنافقين أيضا لأنهم لا يحبونها. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذه صفة المنافقين مع الصلاة. أما المؤمنون فيحبونها ويفرحون بها ويتلذذون بها، وهي صلاة عظيمة
تبتدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم، هي أقوال وأفعال، تعريفها أنها أقوال وأفعال تبتدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم، كل ذلك ذكر لله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا يقول لموسى عليه السلام وأقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري، فهي ذكر لله سبحانه وتعالى وهي فريضة عظيمة وشريعة كريمة من الله بها على المسلمين وأمرهم بها ودعاهم إليها وأثابهم عليها الثواب العظيم، فمن حافظ عليها فإنه يكون محافظا على بقية دينه من باب أولى، لأن الصلاة كما ذكر الله وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، ففيها فائدتان عظيمتان ذكرهما الله في هذه الآية، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه واحدة. الثانية ولذكر الله أكبر، فهي تشتمل على هاتين العبادتين العظيمتين، ولذلك صار لها مكانة عظيمة في الإسلام. أمر الله بأن تقام كما شرعها الله سبحانه وتعالى وكما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتثلا أمر ربه سبحانه وراغبا في ثوابه سبحانه وتعالى، فكذلك المسلم يقيمها طمعا في ثواب الله ورحمته، ولأنها تعود عليه بالأثر الطيب، فأنت تجد النور على وجوه المصلين، تجد انشراح الصدر عند المصلين حافظين على صلاتهم، تجد التعامل الطيب، تجد كل أنواع الخير في هذه الصلاة المكتوبة وما يتبعها من النوابل، فإنه مكمل لها، كما جاء في الحديث أنه إذا كان يوم القيامة وأحصى الملائكة الحفظة أعمال المسلم فإنهم إذا وجدوا نقصا في بعض العبادات فإنها تكمل من الفرائض. يقول الله جل وعلا التمسوا أن لعبدي من فريضة تكمل منها، هل لعبدي من نافلة تكمل منها الفريضة. الحمد لله فرضها ونفلها كله خير وكله ارتباط لرب العزة والجلال، تقف بين يديه تناجيه تدعوه تقرأ كلامه تركع وتسجد وتجلس بين يدي ربك خاشعا منيبا إلى الله سبحانه وتعالى، فما أعظمها من صلاة وما أرجحها في ميزان العبد، وهي أيضا تحث على فعل الطاعات
تنهى عن الفحشاء والمنكر وترجح في كفة الميزان يوم القيامة. ولذلك أمر الله جل وعلا ببناء المساجد لها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبحوا له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه الصلاة نعمة من الله عز وجل علينا. وإغلاق المحلات والإقبال على الصلاة هذا جاء به القرآن، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وجد من يقول يستنكر، وجد من يستنكر إغلاق المحلات للصلاة، والله جل وعلا يقول لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وهو يقول لا تغلق المحلات للصلاة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يبيعون ويشترون، فإذا سمع أحدهم النداء وضع الميزان وأقبل على الصلاة، صلى ثم رجع إلى ماله وبيعه، ما هي إلا دقائق ويرجع إلى تجارته وإلى بيعه وشرائه. الله لم يقل لا تبيعوا ولا تشتروا، وإنما قال لا تلهيهم تجارة، فدل على أنهم يبيعون ويشترون ولكنهم لا يلهون بذلك عن الصلاة، يجمعون بين الحسنين، طلب الأجر وطلب المال، يستعين به على طاعة الله وعلى حوائجهم. فديننا يجمع بين الخير، خير الدنيا والآخرة ولله الحمد. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إذا كان أحدهم بيده الميزان سمع الأذان وضعه وأقبل على الصلاة، هذا مقدار الصلاة عند سلف هذه الأمة وأئمتها، ولا يزال هذا في المسلمين والحمد لله. ولكن يوجد من أهل النفاق ومن ضعاف الإيمان من يقلل من شأن الصلاة، وقد يسخر من يحافظ عليها، ولكن هذا لا يزيد المؤمنين إلا رغبة في الصلاة، لأن لها حلاوة، لأن لها طعما لذيذا يتلذذون به، فلا يلتفتون إلى من يخذلهم ويقلل من شأن صلاة الجماعة أو من إغلاق المحلات للإقبال على الصلاة. الله لم يقل لا تبيعوا ولا تشتروا، بل قال لا تلهيهم تجارة، لا تلهيهم، دل على أنهم تاجرون ولكنها لا تلهيهم تجارتهم عن إقام الصلاة في أوقاتها ومع الجماعة. فهذا شأن المؤمنين مع الصلاة والحمد لله، وهذا شأن المنافقين والذين في قلوبهم مرض، وكل سيحاسبه الله يوم القيامة ويجازيه على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الصلاة
يؤمر بها الطفل إذا بلغ سن التمييز، يؤمر بها. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، ربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. مروا أبناء أولادكم أو أبناءكم بالصلاة لسبع ليتمرن عليها ولتكون له نافلة عند الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أداء النوافل قبل الفرائض، وهي أولا عند تمييز نافل، وعند البلوغ فريضة. فيه أداء النافلة قبل الفريضة في هذه الحالة. فالصلاة كما تؤديها المسلمون في بيوت الله ويقبلون عليها وهي قرة أعينهم كما هي قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. حبب إلي النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، بمعنى أن عينه تقر ولا تنظر إلى متاع الدنيا وإلى اللهو واللعب، وإنما تنظر إلى ربها سبحانه وتعالى. فهذا فيه فضل هذه الصلوات الخمس، وهي لا تكلف الإنسان شيئا، خمس صلوات بأوقات متفرقة وفيها رخص شرعية. المريض الذي لا يستطيع القيام صل جالسا، صل المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبل. مريض ومع هذا يؤدي الصلاة حسب استطاعته، وإذا احتاج المريض إلى الجمع بين الصلاتين إلى الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء، الرخص من الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فيعمل برخص الله الصلاة لا برخص أقوال العلماء الاجتهادية التي قد تصيب وقد تخطئ. ما يرخص الرخص ما رخص الله بها سبحانه وتعالى. فهذه الصلوات الخمس هي قوام الدين، عليها ينبني هذا الدين ويقوم. مهما أنفق الإنسان من الأموال ومهما صلى من النوافل، إذا كان مضيعاً للفرائض إنها لا تقبل منه حتى يؤدي الفرائض أول، ثم يتقرب إلى الله بالنوافل. كما في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها، بمعنى أن الله يسدده في هذه الأعضاء ويعينه على طاعة الله عز وجل. ولئن سألني لأعطين،
ولئن استعاذني لأعيذنه. فالصلوات والحمد لله فرائضها ونوافلها كلها خير في ميزان المسلم، يجده عند الله مدخرا. وهذه الصلاة لها راحة في القلب، ولها قوة في البدن، ولها نور في الوجه. انظر إلى المحافظين على الصلاة، انظر إلى وجوه، وانظر إلى المضيعين، إلى وجوه المضيعين للصلاة، تجدها مسودة معبسة منقبضة. تجد وجوه المصلين تجدها مضيئة، تجدها مسرورة، تجدها مستريحة. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والمحروم من حرمه الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله جل وعلا أمد هذا الإنسان ببدن متكامل، أمده بأعضاء متكاملة، أمده بالصحة والعافية، أمده بقوى ظاهرة وباطنة، فكيف يضيع هذه الصلاة التي هي رأس ماله، والتي هي عمود إسلامه، والتي هي أعظم صلة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. فهي عبادة مباركة على المسلم، ولا نهاية لبركتها عليه إذا حافظ عليها وأداها كما أمر الله سبحانه وتعالى. ولكن الشيطان ذئب الإنسان، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصي. فمن ابتعد عن جماعة المسلمين وفارق المسلمين تسلط عليه الشيطان وشغله عن طاعة الله، وربما أدخله في دائرة الكفر. فالمسلمون فيهم الخير والرحمة، فيهم الراحة قرة العين. فالمسلم يحب أخاه المسلم ويرتاح معه وينبسط معه. وأما الكفار فالشيطان يتسلط عليهم ويسلط بعضهم على بعض ويضيق صدورهم ويجلب لهم كل شر، لأنه عدوه ولا يعصم منه إلا الله سبحانه وتعالى إذا استعان العبد بربه عليه: إياك نعبد وإياك نستعين، واستعان بربه على مصالحه ومنافعه وعباداته، فهذا هو المسلم حقا، ويرقى إلى مرتبة الإيمان، ثم يرقى إلى مرتبة الإحسان. لأن الدين ثلاث مراتب: مرتبة الإسلام، وهذه يدخل فيها المنافق، ثانية مرتبة الإيمان، وهذه لا يدخل فيها المنافق، الثالثة أعلى وهي مرتبة الإحسان. والإحسان هو الإتقان، الإحسان هو الإتقان، لأن تتقن العبادة كما أمرك الله. والإحسان كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه على المشاهدة،
كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنك تعبده لأنه يراك، تؤمن بأنه يراك على المراقبة، إما على المراقبة وهي تعبد الله، وإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه مراقبة، المشاهدة تعبد الله كأنك تراه، هذا الإحسان. والله جل وعلا رحيم بعباده، رؤوف بعباده، يريد لهم الصلاح والخير، يريد لهم الأجر والثواب، يريد لهم الجنة. الله جل وعلا يدعو إلى الجنة، الشيطان والكفار يدعون إلى النار، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتفكرون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المقيمين لصلاتهم خاشعين فيها، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع هو روح الصلاة، وهو لب الصلاة، الخشوع هو روح الصلاة، وهو روح الصلاة، وهو قلب الصلاة. صلاة لا خشوع فيها كالجسد الذي لا روح فيه. الذين هم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال والذين هم على صلاتهم يحافظون، بآية أخرى على صلواتهم يحافظون. النشور والمحافظة على الصلاة هذه سمات أهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل العقيدة السليمة. وهذه الأمة لا يعدم فيها الخير، قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يحمي عباده ويحفظهم ويعينهم ويرزقهم ويدعوهم من رحمته ورأفته به. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، ويجعلنا وإياكم من المصلين الذين هم في صلاتهم خاشعون. صلى الله وسلم على نبينا محمد.